عليكم. انا دوار تنقليان جماعه دافين قلت اقليم تاريدانت. هاد الناس تقريبا نقول لكم نصف الدوار مات، شي 32 واحد، الباقي غير العيالات والدراري الصغار. الله يجازيكم بخير، اللي قدر يعاوننا ويساعدنا باي حاجه الله يجازيكم بخير. الناس تحت الانقاض، الناس محتاجين المساعده، والناس محتاجين الماكله، والناس محتاجين اللي كاين المريض اللي عنده الطونسيو، اللي عنده القلب، اللي عنده السكر، اللي عنده القواطر. اي واحد قادر يساعد يعاوننا. الله يرحم لكم الوالدين، الاطفال الصغار، كاين اللي عنده طريبيه محتاجه الحليب. الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. ومحتاجين اللي يجبد لينا الناس، لان هنا الناس ما قادرينش يجبدوا. لا حول ولا قوه الا بالله. بحال هذه البنت عائلتها كلها متوفيه، كلها تحت الانقاض، كل شيء. وحتى هذه البنيه، كان طالبوا الله يرحم لكم الوالدين اللي قادر يساعدنا باي حاجه، سواء كانت الماكله، سواء كانت الدواء، سواء كانت الفراش، سواء كانت. الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. هالسيده ماتوا ليها جوج دراري ومهرسه في رجليها هي وولدها. الله يرحم لكم الوالدين. الاخرى طاح الحجر على راجلها، تشتت وخرجوا ليهم صارنوا. الله يرحم لكم الوالدين. جميع هاد النساء كاع اللي كتشوفوا الطيور ريبو، الكتيبه ماتت، هاد العيالات اللي بقاو بالدراري الصغار. الله يرحم لكم الوالدين. اي واحد قادر يعاون ويساعد، لا بالقليل لا بالكثير، الله يجازيكم بخير. كنتمنوا وكنطالبوا بالمحسنين يعاونوا ويساعدوا. الله يجازيكم بخير. دوار تنقليان جماعه دافين قلت اقليم تارودانت.